نحاول نحطها الناحية التانية، نشوف هتيجي ولا مش هتيجي. ها ادي الهيد،
هيد كده متر، ما تنفعش، هنخلي الهيد متر. ماشي الهيد متر كويس، بس كده الجروب بقى بوستيريو، ما تنفعش كده، ما تجيش غير الناحيه دي. يبقى العظمية اللي عندنا ديت هي رايت هيومرس. لما جينا في امتحان عملي نقول رايت هيومرس، لو قلنا هيومرس بس هننقص جزء من الدرجة على كلمة رايت أو ليفت. في امتحانات العملي بنعمل علامات. احنا في العظمية اللي قدامنا حاطين علامات بالأزرق وعلامات بالأحمر. الأزرق والأحمر للتبسيط، الأزرق انسيرشن والأحمر أورجن، لكن في امتحانات العمل غالبا بنعمل لكم علامة بأي لون، وليكن تبشيرة بيضاء أو أي حاجة. نبدأ الأول، احنا اتفقنا قلنا لو عملنا علامة على الأناتوميكال نيك هنقول أناتوميكال نيك، بعد ما قلنا رايت هيومرس نقول أناتوميكال نيك، بعد كده نقول كبسول أوف ذا شولدر جوينت. طب لو عملنا علامة على السيرجيكال نيك برضه هنقول رايت هيومرس سيرجيكال نيك. بيعدي على السيرجيكال نيك الأكزيلري نيرف ومعاه البوستيريور سيركمفليكس هيومرال إيه؟ أركيو. طب لو عملنا علامة على الليسر تيوبروستي برضه بعد ما قلنا رايت أو ليفت نقول الليسر تيوبروستي وأتاتشد ليها انسيرشن أوف سب سكابيولاري. سب سكابيولاري في الليسر تيوبروستي. الجريتر تيوبروستي، الجريتر تيوبروستي ليها أبر إمبريشن، ميدل إمبريشن، لور إمبريشن، أو علامة فوق، علامة في النص، علامة تحت، إحنا راجعين بوستيريور كده. العلامة اللي فوق سوبرا سبينيت، العلامة اللي في النص انفرا سبينيت، العلامة التالتة تيرز ماينو. للتبسيط بنحفظهم كلمة ست، اس اي تي، الاس سوبرا سبينيتس، والاي انفرا سبينيتس، والتيرز ايه؟ والتيرز ماينو. المسلز الاتاتشد للليسر تيوبرستي والجريتر تيوبرستي اللي بنسميهم روتيتور كاف ماسل، روتيتور كاف ماسل، عشان بحوط الشولدر جوينت من فوق وعامل لها ستابيليتي للشولدر جوينت عشان ما تطلعش ديسلوكيشن ما تطلعش لفوق. البايسبتال جروب ليها لاترال ليب وميديال ليب وفلور. اللاترال ليب اوف ذا بايسبتال جروب ماسك في انسيرشن اوف بكتراليز ميجور، اللاترال ليب اوف بايسبتال جروب. في الميديال ليب انسيرشن اوف تيرز ميجور، في الفلور انسيرشن اوف لاتيسمس دورزال. ثلاثة ماسل انسيرشن ماسكين في البايسبتال جروب، ومعلومة عارفينها ان الماسل اتاتش تو ذا بايسبتال جروب الاكشن بتاعتها لازم يكون ادكشن اند ميديال روتيشن. البايسبتال جروب فيه ثلاثة ماسلز كلهم انسيرشن، اثنين ميجور في الجناب، ولا تسمع دورزاي ايه في النص، ميجور بكتيريز ميجور، ميجور تيريز ميجور، لا تسمع دورزاي ايه ماسكه في الفلور. طيب نيجي على الهيومرس، في نص الهيومرس وناحيه اللاترال في النص بالظبط، لاترال يعني حطيناها كده لاترال من بره، في راس اريا، والراس اريا بنسميها الدلتويد تيبروستي، عامل انسيرشن فيها اللي هو الدلتويد ايه ماسك انسيرشن، دكتور تبرستي دكتور ماسل انسيرشن. قصاد الدكتور تبرستي ناحيه الميديال انسيرشن اوف ذا كوراكو بريكيالي، انسيرشن اوف كوراكو بريكيالي عامله انسيرشن فين؟ في الميديال اوبوزيت الدكتور ايه تبرستي. الحاجات دي اللي احنا قلناها كلها انسيرشن. نيجي بقى نشوف الحاجات الاورجن. اول عضله بتاخد اورجن بتاخد من الفرانك اوف ذا هيومرس عضله البريكياليز ماسل، تاخد اورجن من الفرنت. بدايه الاورجن اوف ذا بريكيالز من عند الانسيرشن اوف ذا كوراكو بريكيالز. الكوراكو بريكيالز من العضلات اللي بنحب نسالها في الشفا وكتير، يقول لك ايه الاناتوميكال تشينجز اوكير از انسيرشن اوف ذا كوراكو بريكيالز. الثلاث نيرفات الكبار بيعملوا تشينجز عند الانسيرشن اوف ذا كوراكو بريكيالز. الميديال نيرف كان لاترال، عدى بقى ايه؟ ميديال. الالنر نيرف كان ماشي جنب البريكيال ارتري لحد الانسيرشن في الكراكو بريكيال، بيعمل بيرسنج للميديال انتر ماسكولار سيبتا ومش بوستيريور. الراديال نيرف بيطلع من السبايرال جروف ويطلع يعمل بيرسنج لللاترال انتر ماسكولار سيبتا ويبقى ايه انتيريور. الماسكولار تشينجز زي بدايه الاورجن بتاع البريكيالز والانسيرشن بتاع الكراكو بريكيالز. بوني تشينجز لو خدنا كروس سيكشن في البون above the insertion of the coracobrachial اللي هي الكروس سيكشن بتاع الهيومرس سيركولر،
بلود انسيشن ذكرت قبل كده الكروس سيكشن بتاع الهيومرز بيبقى شكله ايه؟ تريانجلر. ودي سؤال في الشاف ممكن بعض الدكاتره يسالوه، ايه التشنجز اللي بتحصل اوكير ات ذا انسيشن اوف ذا براكو بريكيال. نرجع لكلامنا تاني حاجات العمل، يبقى ادي البريكيال المصل اورجن، الميديال ايبوكوندايل واللاترال ايبوكوندايل. الميديال ايبوكوندايل في الفرنت اوف ميديال ايبوكوندايل كومن فليكسور اورجن، في الفرنت اوف لاترال ايبوكوندايل كومن اكستنسور اورجن. البروتال تيرز ماسل بتاخد اورجن اباب الكومن فليكسور او اباب الميديال ايبوكوندايل بروتال تيرز. تحت اللاترال البوردر دوت اسمه لاترال سوبرا كوندايل. نقول تاني الحتة بتاعت اللاترال سوبرا كوندالر ريدج. اللاترال سوبرا كوندالر ريدج بيدي اورجن لتو مصل، الابر تو ثيرد اورجن للبريكيو رادياليس مصل. ابر تو ثيرد اوف لاترال سوبرا كوندالر ريدج اورجن اوف ايه؟ بريكيو رادياليس، هتطلع من البريكيو وراح للرادياليس. اللور وان ثيرد بيدي اورجن للاكستنسور كاربي رادياليس لونج. هيد من فوق حته صغيره، والميديال هيد، الميديال هيد بتاخد اورجن اوبوزيت البركيال ميديال هيد اوف ترايسبس، ما بينهم حاجه اسمها سبايرال جروب، سبايرال اي جروب. اللور اند الباك اوف ميديال ايبوكوندايل، الباك اوف ميديال ايبوكوندايل في ستراكشرز ريليتد لي، والباك اوف لاترال في حاجه بتاخد منها اورجن. ادي الميديال، ادي الميديال. الالنر نيرف بيعدي على الباك اوف ميديال ايبوكوندايل، يبقى لو علمنا علامه على الباك اوف ميديال ايبوكوندايل الالنر نيرف اند سوبيريور الالنر كولاترال ارتري برضه ايه بيمشي على الباك اوف ميديال ايبوكوندايل. طب الباك اوف لاترال ايبوكوندايل انكونيوس ماسل اورجن. فاضل لنا ان الفصه اللي موجوده في الباك دي اسمها اوليكرينيان فصه اللي بتعمل articulation مع الاوكرينال بروسيس اوف ذا ارنو. في تو فصة anterior radial فصة lateral وكورونات فصة ميديال. وعندنا التروكيا والكابيتولوم، التروكيا زي ما اتفقنا ميديال والكابيتولوم ايه؟ lateral. هناخد الاسكابولا برضه، نبدا برايت او ليفت. قبل ما اقول رايت او ليفت نشوف الاجزاء الرئيسيه بتاعت الاسكابولا. عندنا الجزء ده في الاسكابولا اسمه كراكويد بروسيس، الحته دي اسمها كراكويد بروسيس، والجزء ده اسمه الاكروميون. والاكروميون اوف ذا سكابولا بيكمل بالسباين اوف ذا سكابولا، سباين اوف ذا سكابولا. الجزء ده اسمه الجلينويد كافيتي اللي بيعمل ارتكيوليشن مع الهيد اوف ذا هيومرس. الاسكابولا لها ابر بوردر، لها لاترال بوردر وميديال بوردر. طب هتقول لي قلت لي ليه لاترال بوردر وميديال بوردر؟ الجلينويد كافيتي تبقى لاترال عشان بتمسك في الهيومرس، لازم جاي من الهيومرس جاي من بره، حد دراعه جاي من جوه، يبقى هنا الجلينويد كافيتي ايه؟ لاترال. تمام؟ يبقى نحطها كده او كده، يبقى الجلود كابل دي لاترال في نفس الوقت سوبيريور، ما حدش حاطط الجلود كابل اللي تحت، يبقى الجلود كابل دي سوبيريور اند لاترال. فضل لنا دايركشن انتيريور وبوستيريور لسباين اوف ذا سكابل، سباين اوف ذا سكابل يبقى بوستيريور كده، ما تنفعش كده، يبقى السباين ده انتيريور. خلي بالنا المفروض النورمال بوزيشن اوف ذا سكابولا تظهر لنا، حطها هنا، بس مفيش مانع واحنا بنشرحها او بنشوف فرق اللي فات قدام هنا زي هنا، بس النورمال موجود على الباك بتاع ايه؟ بتاع الريبس. يبقى السكابولا اللي معايا ديت عباره عن رايت سكابولا. نيجي نشوف ايه العلامات او الحاجات اللي بتجي لنا في عمليه السكابولا. الكراكويد بروسيس، على التيب اوف ذا كراكويد بروسيس، تيب اوف ذا كراكويد بروسيس في هنا الشورت هيد اوف ايه؟ بايسبس ومعاها كراكو بريكيالي. يعني لما يجي لنا علامه هنا
نقول origin of short haired Opisces and Curacao Brachialis. هذا كل اثنين origin. على upper surface of the scapula insertion of the pectoral is minor. Insertion of the pectoral is minor. في نهاية الكوراكو بروسيس لو الروت في ليجامنت رايح للكلافيكل اسمه كوراكو كلافيكولار ليجامنت. الحته ديت النقطه ديت في ليجامنت ماسك من الكوراكو بروسيس وراح للاكروميون ماشي بالعرض اسمه كوراكو اكروميال ليجامنت. ولما نعلم من جوه من هنا كده ده كوراكو اكروميال ليجامنت. الليجامنت لو كوراكو اكروميال ليجامنت والكوراكو بروسيس والاكروميون الثلاث حاجات مع بعض بيعملوا حاجه اسمها كوراكو اكروميال ارش اللي هي علاقه بالاستابيليتي اوف ذا شولدر جوين او ساعات بنسميه سكندري سوكيت اوف شولدر جوين اللي هو كوراكو اكروميال ارش اللي هو الكوراكو بروسيس والاكروميون والليجامنت. يبقى دي الحاجات اللي ماسكه في الكوراكو بروسيس. طب الاكروميون تو ماسل واحده اوريجن واحده انسرشن. من اللاتر اوف ذا اكروميون اند اللور اوف ذا كوراكويد اند اللور اوف ذا سباين اوريجين اوف دلتويد ماسل. من ميديال اوف ذا اكروميون والابر اوف ذا سباين انسيرشن اوف ترابيزيس ماسل. يبقى الدلتويد اوريجين قصادها الترابيزيس انسيرشن. السباين الفصة اللي فوق السباين اسمها سوبرا سباينس فصة الـ origin of supraspinatus muscle. والفصة اللي تحت الـ spine infraspinatus فصة الـ infraspinatus muscle. والفصة اللي هنا اسمها الـ subscapular فصة للـ subscapular A muscle. تمام؟ ودي كله الـ origin. فاضل لنا الـ border الـ lateral border والـ medial border. الـ lateral border بنبدا من اول الجلونات كافيتي في تيوبركل صغيره فوق الجلونات كافيتي بنسميها سوبرا جلونات تيوبركل بتدي اوريجن للونج هيد اوف بايسبس. وانفرا جلونات تيوبركل بتدي اوريجن للونج هيد اوف ترايسبس. والبوردر اللي هو اللاترال بوردر ابر تو سيرد بتاع اللاترال بوردر بتدي اوريجن للايه للتيرز ماينور. والتيرز ماينور بتاخد اوريجن بخطين اثنين ونمسك حته فاضيه. المكان الفاضي دوت ده مكان ارتري داخل من هنا اسمه سيركمفليكس سكابولار ارتري اللي بيشارك في الانستوموز اراوند سكابولا. بس العلامتين دوت دي اللي هم التيرز ماينور اوريجن. اللور سيد الحته الاوفر اريا تدي اوريجن لايه؟ للتيرز ميجور. يبقى التيرز ماينور فوق والتيرز ميجور تحت. عند الانجل بالظبط اوريجن اوف لاتيسمس دورزار اوريجن اوف لاتيسمس دورزار. يبقى دي الحاجات اللي ماسكه في اللاترال بوردر. طب نيجي نشوف مع بعض الحاجات اللي ماسكه في ايه؟ في الميديال بوردر. لان بين اللاترال وميديال بنبص على الجلوس كابيتي. الميديال بوردر من ناحيه البوستيريور ومن ناحيه الانتيريور. من ناحيه الانتيريور بتاع الميديال بوردر عضله واحده اسمها سيريدس انتيريور المفروض لها 8 فيجيتيشن. ممكن نعلم عليها كلها على بعضها كده نقول سيريدس انتيريور. واحيانا نعلم علامه هنا او علامه هنا او علامه في الحته اللي تحت. العلامه دي من اول السوبر انجل او السوبر ميديال انجل لحد السباين للفيرست فيجيتيشن اوف سيريدس انتيريور. من عند السباين لحد السوبر انجل السكند والثيرد فيجيتيشن. عند الانفيرو انجل اللور بارت ايه ديجيت بتاعت السيريس ايه انتيري. ممكن نعلم هنا بس كل اللور بارت فيجيتيشن اوف سيريس انتيري. الميديال بوردر اوف ذا سكابولا من ناحيه الباك في ثلاثه مصر واحد اثنين ثلاث واللاند مارك بتاع السباين. اباف ذا سباين ليفيتر سكابولا انسيرشن اوبزيت السباين رومبويدس مانو انسيرشن. من تحت من السباين رومبوتس ميجور ايه انسرشن. عندنا في النوتش الصغير هنا اسمه سوبرا سكابلر نوتش المفروض في ليجامنت اسمه سوبرا سكابلر ليجامنت. النوتش ده بيعدي منه السوبرا سكابلر نيرف وفوق الليجامنت السوبرا سكابلر ارتري. لو علمنا في النوتش والسوبرا سكابلر نوتش
اللي بيعدي فيه السوبراس كارنر، عضله صغيره قوي بتاخد اوريجن من جنب النوتش اسمها انفيرو فيلوس اومو هايلويد، ممكن برضه نعلم عليها. لو علمنا هنا هنقول جلونات كافيتي للشولدر جويد، وفي كارترج ماسك حوالين الجلونات كافيتي هنا اسمه ليبرال جلونيدال، لو علمنا الجلونات كافيتي من جوه. لو علمنا حوالين الجلونات كافيتي حوالين ومن بره سيركل كده، يبقى دي الكبسول بتاع الايه؟ الشولدر جويد. مع بعض الكلافيكل. الكلافيكل عضمايه بنسميها موديفايد لونج بون. موديفايد لونج بون ليه بقى بنسميها موديفايد لونج بون؟ احنا عندنا الهيومرال ده لونج بون والكلافيكل ده لونج بون. كلمه لونج بون عضمايه لها تو اند بنسميهم ابيفيسز، وشاف اللي بنسميه ده ابيفيسز، دي برضه لها تو اند يعني لها ابيفيسز وابيفيسز، وشاف برضه ده ابيفيسز، بس دي حاجه لها لونج بون ودي حاجه اسمها موديفايد لونج بون. ليه بقى دي موديفايد لونج بون؟ اول حاجه لو جينا شفنا اللونج بون زي الهيومرس كسرناه، هنلاقي جوه في الهيومرس حاجه اسمها بون مارو كافيتي او مدلر كافيتي. لو كسرنا الكلافيكل مش هنلاقي فيه بون مارو كافيتي او مدلر كافيتي، يبقى هنا مفيش مدلر كافيتي، يبقى هتختلف عن اللونج بون. الحاجه الثانيه ان اللونج بون بيحصل له اوسيفيكيشن عن طريق حاجه اسمها كارتريجنس موديل اوف اوسيفيكيشن او كارتريجنس اوسيفيكيشن، وفي مثلا زي الفلات بون بيحصل اوسيفيكيشن كان ممبرين وحصل اوسيفيكيشن، يعني دي ممبرينس ودي كارتريجنس. الكلافيكل ممبرينو كارتريجنس اوسيفيكيشن، يعني جزء منها كان ممبرين وجزء كان كارتريج وحصل لها اوسيفيكيشن، يبقى برضه موديفايد. اللونج بون بيبقى في برايمري سنتر اوسيفيكيشن بيظهر في الشافت، بعد كده الاوسيفيكيشن بيحول الشافت كله لبون، والطفل يتولد او البيبي يتولد بعد كده التو بيفيسز لسه كارتلج. افتر بيث بيطلع حاجه اسمها سكندري سنتر اوسيفيكيشن في التو بيفيسز، يبقى البرايمري سنتر اوسيفيكيشن بيظهر بفور بيث، والسكندري سنتر اوف اوسيفيكيشن بيظهر بعد الايه؟ افتر بيث. الكلافيكل البرايمري والسكندري سنتر اوف اوسيفيكيشن ابير بفور بيث. الاسباب اللي انا قلتها ديت بنسمي الكلافيكل موديفايد لونج بون. ده ممكن حد يسالنا في الشفا وكده ليه بنسمي الكلافيكل موديفايد لونج بون. تمام؟ طيب نيجي نشوف رايت اور ليفت. الكلافيكل عضمايه محطوطه هورزونتال هنا، لها ميديال اند ولاترال اند. الميديال اند جنب الاسترنال هنسميها استرنال اند، واللاترال اند جنب الاكروميون بتاع الاسكابولا هنسميها اكروميال اند. طب هنعرف الميديال اند من اللاترال اند ازاي؟ الميديال اند بتبقى راوند، لو بصينا هنا كده الميديال اند راوند مدوره، اللاترال اند فلات، دي ميديال ودي لاترال، بحطها كده كده ميديال وكده لاترال. انتيريور وبوستيريور. الكلافيكل عضمايه لها تو كيرف، كيرف كبير وكيرف صغير، كيرف تقريبا تلتين وكيرف تلت. حتى معروف اقول لك ايه المكان، تقول في الشفوي ايه المكان اللي غالبا بيحصل فيه فراكشر اوف ذا كلافيكل، هتقول له الجنكشن بتوين الايه؟ الميديال تو سيرد واللاترال سيرد. يبقى الكيرف الكبير ميديال، يبقى احنا قلنا بطريقه ثانيه ميديال ولاترال، الكيرف الكبير ميديال، الكيرف الصغير لاترال. كيرف كبير اهو، كيرف صغير اهو، برضه يبقى قلنا ميديال ولاترال تاني. فدينا انتيريور وبوستيريور. الكيرف الكبير بيبقى كونفكس انتيريور، كونفكس انتيريور. تمام؟ ما ينفعش كده ولا تنفع كده، المهم الكيرف الكبير كونفكس انتيريور ماشيه كده صح. ادي ميديال وادي لاترال وادي كونفكس انتيريور، برضه ماشيه كده صح. ادي ميد وادي لاتر وادي كونفكس انتيري. فاضل لنا ابر سيرفيس من لور سيرفيس عشان نعرف نحطها في الناحيه بتاعتها بالظبط. كلافيكل لو بصينا كده ابر سيرفيس بيبقى سموث بالمقارنه باللور سيرفيس رف. رف ايه الرف اللي فيه بقى؟
راف اريا ميديالي ماسك فيها ليجمنت اسمه كوستو كلافيكولار ليجمنت جنب الميديال اند، وراف اريا لاترال وعباره عن لاين اسمه ترابيزود لاين ليه تيوبركل اسمها كونيه تيوبركل، ترابيزود لاين وكونيه تيوبركل ماسك فيهم ليجمنت الاثنين اسمه كوراك وكلافيكولار ليجمنت. لو علمنا على اللاين وعلى التيوبركل هنقول كوراك وكلافيكولار ليجمنت، لو علمنا على اللاين بس هنقول ترابيزود بارت اوف ذا كوراك وكلافيكولار ليجمنت، علمنا على التيوبركل بس كونيه بارت اوف ذا كوراك وكلافيكولار ليجمنت، وغالبا بنعلم على كلها نقول اللي هو كوراك وكلافيكولار ليجمنت. يبقى ادي ناحيه الميديال وادي ناحيه اللاترال. في جروف في النص، جروف اسمه سب كليبيان جروف، عضله عامله في انسرشن اسمها سب كليبيان مسل انسرشن. طب الحاجات دي موجوده على الانتيرو سيرفيس، يبقى لو حطينا الكلافيكل كده ادي ميديال ولا لاترال، كونفكس انتيريور، ابر سيرفيس سموث، لور سيرفيس اللي هو فيه الحاجات اللي قلتها كده صح. لو عملناها كده وبصينا اللي احنا قلبنا ايه اللي فوق مكان تحت، يبقى ما تنفعش كده عشان دي الايه الانتيرو سيرفيس، هنحطها كده. طب ايه الحاجات اللي ماسكه في الكلافيكين؟ انا قلت ثلاث حاجات اللي ماسكين في الانتيرو سيرفيس اللي هو كوستو كلافيكولار ليجمنت في الراف اريا، كوراكو كلافيكولار ليجمنت في الحته دي، ساب كليبيان جروف في الحته دي، الساب كليبيان بس الانسرشن. فاضل اربع عضلات ماسكين في الكلافيكين، اثنين ماسكين ميديالي واثنين ماسكين لاترال. ميديال من ناحيه قدام بكتورال ميجر اورجن، ميديال من ناحيه الباك استرنو ماسكولار اورجن، عضلتين اللي هم لاترال، لاترال من ناحيه قدام دكتورال اورجن، لاترال من ناحيه الباك ترابيزس ايه انسرشن. انا دلوقتي اربع حاجات ماسكين في الكلافيكي، قلنا دكتورال ميجر ماسكولار دلتويد وترابيزيوس، ميديال ولاترال انتيرو بوستيريو انتيرو بوستيريو، والثلاث حاجات اللي ماسكين تحت. لو قلت لك في الشفوي ازاي تعمل ارتكيوليشن ما بين الكلافيكل والسكابولا، خلي بالنا ان هنا اللاترال ان بتعمل ارتكيوليشن مع اكروميو في جوينت هنا اسمها ايه؟ اللي هو كوراكو، لا اكروميو كلافيكولار، اكروميو كلافيكولار جوين، تمام؟ ودي الارتكيوليشن بالمنظر ده. دلوقتي احنا عندنا الفور ارم في عظمتين اثنين في الفور ارم، عظمه الراديوس وعظمه الارم. لما نيجي نشرح الفور ارم نشرح في الاناتوميكال بوزيشن، الاناتوميكال بوزيشن في وضع السوباينيشن، يعني ايدك لقدام البال بس قدام، طعم بلاترال لاترال وليس فينجر الميديان، ما نشرح كده محدش يعمل ايده كده، دي الاناتوميكال بوزيشن. في الاناتوميكال بوزيشن هنا او هنا عندنا الراديوس بيبقى لاترال والالما ميديان، اللي بالنا من منظر العظمايه الراديوس والالما عشان ما نتلخبطش، الالما بيبقى فيها نوتش اسمه تروكلير نوتش. ليه بقى؟ التروكليا نوتش لو بيعمل ارتكيوليشن مع التروكليا بتاعت الايه؟ بتاعت الهيمرس، فدي التروكليا نوتش ده الالما. وادي الراديوس، الراديوس زي احنا شايفين الهيد بتاعته تبقى ايه؟ راوند. المهم ادي الراديوس وادي الايه؟ وادي الالما. معلومات عامه كده على الراديوس والالما، احنا زي ما اتفقنا الراديوس لاترال والالما ميديال. المفروض في هنا لما نحطهم مع بعض في الاناتوميكال بوزيشن الراديوس والالما، ما بين الراديوس والالما في ممبرين اسمه انتر اوسيوس ممبرين، ايه ما بين الراديوس والالما انتر اوسيوس ايه ممبرين، الانتر اوسيوس ممبرين تبقى ماسك في الانتر اوسيوس بوردر بتاع الراديوس والانتر اوسيوس بوردر بتاع ايه الالما. انتر اوسيوس بوردر شارب بوردر، يعني لو مسكنا الريدس او الالنا هنطلع الشارب بوردر، ادي شارب بوردر اهو، ادي شارب بوردر هنا اللي من الريدس والالنا. يبقى الشارب بوردر بتاع الريدس الريدس اللاترال بون، يبقى الشارب بوردر بتاعها ايه؟ ميديالي، والشارب بوردر بتاع الالنا اللاترال، عشان الاثنين يبقى دايركتد لبعض او باصين لبعض.
الحاجة التانية إن كل عظمية من الاتنين لها جزء نازل لتحت اسمه ستايلوس بروسيس. الستايلوس بروسيس أوف ذا راديوس تبقى لاترال جنب الثمب، والستايلوس بروسيس بتاع الأنا بيبقى ميديال جنب الإيه؟ الليتل فينجر. ده الكلام الإيه؟ الجنرال على العظمتين الاتنين. نمسك العظمية الأولانية هي عظمة الراديوس، برضه بنحط إيدينا في الأناتوميكال بوزيشن كده تمام، والراديوس لاترال ما نحطها ليش كده جوه، نحطها بره لاترال اناتوميكال بوزيشن. الهيد لفوق سوبيريور يبقى ده سوبيريور انتيريور. شارب بوردر باصص له جوه هيبص للالنا يبقى ايه ميديالي، والسلوت بروسيس ايه لاترال يبقى كده ميديال ولاترال. هنحطها هنا، ممكن تحطها الناحية التانية برضو كده، لسه لو أنا قلت اتنين دايركشن بس، سوبيريور انفيريور وميديال ولاترال. فاضل لي أنتيريور وبوستيريور. الأنتيريور وبوستيريور من إيه؟ من جنبها من اللور إند. اللور إند أسموس من إيه؟ من إيه؟ من أنتيريور. اللور إند أسموس أنتيريور. ومن البوستيريور في اللور إيه في إند بيبقى رافو فيها تيوبركل. يبقى هنا اللور إند أسموس أنتيريور. واللور اند تبقى رافو فيها تيوبركل ايه بوستيريور. يبقى هنا لو حطيناها في الاناتوميكال بوزيشن هنقدر نقول رايت اور عظمه الايد ديت رايت ريد ليفت ريد ليفت. انا باكل بايد اليمين يبقى ده ايه دي ليفت ريد. طيب نيجي نشوف مع بعض ايه العلامات اللي ممكن تجينا في العملي في الراديوس. اول علامه بنعلمها ممكن نجيب علامة على الهيد، أو علمنا على الهيد بالمنظر ده بعد ما نقول مع بعض رايت أو ليفت أنيلر إيه أنيلر ليجمنت تمام. الأنيلر ليجمنت اللي هو له علاقة بالسوبر ريديو أنيلر جوينت يبقى المفروض نقول رايت راديوس، ممكن نقول كلمة هيد اوف ذا راديوس انور ليجمنت. طيب بعد كده نيجي نشوف الماسلز اللي عاملة انسيرشن او اللي انسيرتد في الراديوس. اول ماسل دي اسمها راديال تيوبرستي اللي عامل فيها انسيرشن ايه؟ البايسبس. بايسبس راديال تيوبرستي انسيرشن اوف ذا بايسبس وصفحة من هنا انسيرشن لعضلة السوبيناتور عشان ما ننساش التو ماسلز اللي هم البايسبس والسوبينيتور الاثنين الاكشن بتاعها سوبينيشن، فعلى اساس ان ايه قريبين من بعض دي البايسبس ودي السوبينيتور. لو مشينا مع الراديوس في النص وناحيه اللاترال، ناحيه اللاترال ازاي؟ ما احنا عرفنا ان الشارب بوردر بتاع الراديوس ايميديالي. طيب لو قصاد اللاترال في النص بالظبط اللي هي عضله عامله اساس اسمها برونيتور تيرز، انسيرشن اوف برونيتور تيرز انسيرتد ايه في الراديوس في الموست كونفكس بارت. يعني الخانه دي كون هنا الحته اللي في النص بالظبط انسيرتد برونتر تيرز. طيب البرونتر كوادريتس عامله انسيرشن في الفرنت بتاع ايه؟ اللور اند اللور وان فورث الربع التحتاني برونتر كوادريتس انسيرشن. احنا قلنا دي اسمها ستايلوس بروسيس، عضله عامله انسيرشن في البيز اوف ذا ستايلوس بروسيس اللي هي ايه بقى؟ بريكيوراديالز في البيز اوف ذا ستايلوس بروسيس بريكيوراديالز. بدي خمس عضلات عاملين انسرشن في الراديوس وهم تاني البايسبس والسوبيناتور والبروتر تيريز والبروتر كوادريتاس والبريكيو ايه راديالز. طب العضلات اللي بتاخد اورجن من الراديوس اربع عضلات، الاوبليك لاين الخط المايل ده بتاع الفيتو ديتورم سوبرفيشيالز فليكسور ديجيتورم ايه سوبرفيشيال. الجزء ده من الانتيرو سيرف فليكسور بوليسز لونجرز فليكسور ايه بوليسز لونجرز اوريجين. لو قلبنا الراديوس كده ادي البوستيرو سيرف هنلاقي فيه عضلتين اتنين بياخدوا اوريجين، عضله بتاخد اوريجين من هنا وعضله بتاخد اوريجين من هنا.
العضلة الأولانية اللي هي الأبدكتور بوليسز لونجس، والعضلة الثانية اللي هي الإكستنسور بوليسز إيه بريفيس. أبدكتور بوليسز لونجس، إكستنسور بوليسز بريفيس، العضلتين الاثنين اللي هم ريليتد للأناتوميكال سناب بوكس من ناحية اللاترال. أبدكتور بوليسز لونجس، إكستنسور بوليسز إيه بريفيس. ممكن أحيانا حد يجيب لنا علامات على اللور إند من الباك. إحنا عندنا الريتيناكلم اللي هو الاكستنسور ريتيناكلم، لو حطينا العضلتين كويس مع بعض، الاكستنسور ريتيناكلم بتقسمه لستة كومبارتمنت، أربعة كومبارتمنت محطوطين على الراديوس، في كومبارتمنت رقم خمسة اللي بين الراديوس والأنر، وكومبارتمنت رقم ستة محطوط فوق إيه؟ فوق الأنر. طيب المفروض هنا في أربعة كومبارتمنت، الفيرست كومبارتمنت بتاع الريتيناكلم اللي تحت الاكستنسور ريتيناكلم موجود على اللاترال سيرفيس بتاع الاليس بروسيس من تحت من هنا الفيرست كومبارتمنت. بعدين هنا كده على طول السكند كومبارتمنت، يبقى الحته ديت مكان السكند كومبارتمنت. في تيوبركل وتيوبركل ما بينهم جروب صغير، ده الثيرد كومبارتمنت اللي بيعدي فيه الاكستنسور بولسز ايه؟ اكستنسور بولسز لونجرز. الكومبارتمنت رقم اربعه اللي بعد كده الرابع، حافظين في كل كومبارتمنت بيعدي ايه. غالبا بنعلم على ايه؟ على الكومبارتمنت رقم ثلاثة اللي ما بين اتنين تيوبات، وممكن نعلم على اي كومبارتمنت ايه من الاربعة اللي احنا قلناها. اخر حاجة في نوت صغير هنا، لو حطينا الراديوس مع الالنا، ادي الراديوس مع الالنا، ما بين الريديوس والالنر في حاجه اسمها سوبيريور راديو النر جوينت وانفيريور راديو النر جوينت. الهيد بتاعت الريديوس تبقى عامله نوتش في الالنر مثل ريديا نوتش في الالنر، والعكس من تحت الهيد بتاعت الالنر عامله نوتش في ايه؟ في الريديوس. تبقى النوتش ده هتبقى النر نوتش اوف ذا ريديوس فور انفيريور راديو النر جوينت. نكمل مع بعض العظمات الثانية في الفور ارم، عظمة الالنا اتفقنا نحط ايدينا في الاناتوميكال بوزيشن وضع السوبينيشن، لما نيجي نشرح الريديوس نحطها بره، نشرح الالنا نحطها ناحية جوه، او ممكن برضه المهم نحطها بره دي نحطها ناحية جوه. هنشوف الالنا بقى، الالنا عظمة سهلة اوي، النطش هو مفتاح الالنا، النطش اللي هو التروكلر نوتش. التروكلر نوتش سوبيريور وانتيريور، يعني سوبيريور يعني فوق ما يكونش لتحت كمان، تمام؟ التوكلر نوتش يبقى سوبيريور ايه؟ وانتيريور، يعني انتيريور باصص لقدام، ما ينفعش نخلي النوتش دوت مثلا جاي مايل كده او كده، كده برضه هنا ايه؟ انتيريور. هنخلي التوكلر نوتش باصص لقدام بالمنظر دوت ماشي وسوبيريو. طيب والشارب بوردر اللي هو الانتر اوسيس بوردر لاترال بس للريديوس، شارب بوردر لاترال كده تمشي كده سوبيريو وانتيريور ودي لاترال. طب نيجي الناحيه الثانيه اناتوميكال بوزيشن سوبيريو وانتيريور بس شارب بوردر ميديال، فما تنفعش دي بتاعت الناحيه ودي ايه؟ ليفت ايه؟ ليفت ارم. العلامات نبدا برضو بالعضلات اللي عامله انسرشن. العضله دي عامله انسرشن اسمها ايه؟ بريكيالز ماسل، وماسكه قدام الكورونايد بروسيس، من اسمها كورونايد بروسيس اسمها الكورونا بروسيس. التروكلر نوتش قدام اللي هنا الكورونايد بروسيس بريكيالز انسرشن. الكورونا بروسيس اللي هي ديت على الابر سيرفيس انسرشن اوف ذا ترايسبس ونازل هنا من الاوكران بروسيس والباك هنزل لي تحت الانسرشن بتاع الانكونيوس. خلي بالنا الترايسبس فوق علامه صغيره، انكونيوس علامه كبيره نازله ايه تحت هنا كده بوستيري. بقى الثلاث عضلات اللي هم الانسرشن احنا قلنا لما بنمسك الراديوس، ادي الراديوس مع الالنا، قلنا في السوبيريور الالنر جوينت، وفي نوتش هنا اللي سميناه ريديال نوتش بتاع السوبيريتي انر جوين، حتى لو علمنا عليه لازم تقول اللي هو ايه؟ ريديال نوتش اوف ذا انر فور سوبيريور ريديو انر جوين.
في تحتيه فصة اسمها سوبرنيتا فصة وراها كريست اسمه سوبرنيتا كريست. من السوبرنيتا فصة اند سوبرنيتا كريست اورجن السوبرنيتا المصري دي الحتة دي. يبقى النوتش تحتيه سوبرنيتا فصة للسوبرنيتا المصري. عدد الفليكسور ديوتورام بروفاندس الاورجن من ابر تو ثيرد من الانتيرو سيرفيس والميديا سيرفيس. عضلة كبيرة هتاخد اورجن كبير الفليكسور ديوتورام ايه بروفاندس. من اللور بارت اورجن البروتو كوادريتس لو حطينا الراديوس مع الالنا يبقى في عضلة اسمها بروتو كوادريتس ماشية بالعرض هنا كده بتاخد اورجن من الالنا وانسيرت ايه في الراديوس. هنا اورجن هنا انسيرشن نفس العضلة ماشية بالعرض كده يبقى دي البروتو ايه بروتو كوادريتس. هنقلب البوسترو سيرفيس جنب الشارب بوردر مش ناحية الباك في ثلاث عضلات اورجن العضلة اللي فوق ابدكتور بروسس لونجس. خلي بالنا لو حطينا الراديوس جنبيها هنلاقي ابدكتور بروسس لونجس بتاخد اورجن من الراديوس ومن الالنا ومن الانتر اوسس ممبرين ودي ابدكتور بروسس لونجس ودي برضه ابدكتور بروسس لونجس. من الراديوس دي الاكستنسور بولسس بريفيس من الالنا اكستنسور بولسس لونجس يبقى ادي ابدكتور بروسس لونجس اكستنسور بروسس لونجس. العضله الثالثه اللي من تحت هنا اكستنسور اي ان دي يبقى الثلاثة دول اورجن. خلي بالنا في حته من القلنا من تحت ما فيهاش اي حاجه طالعه منها ابدكتور بروسس لونجس اكستنسور بروسس لونجس اكستنسور ان دي. لو علمنا على البوستيرو بوردر بتاع القلنا بوستيرو بوردر اوف ذا القلنا البوستيرو بوردر اوف ذا القلنا ماسك فيه حاجه اسمها القلنا ابنروزس. احنا لو علمنا عليه نقول القلنا ابنروزس القلنا ابنروزس بيدي اورجن لثلاثه مصر الفليكسور ديوتورام بروفاندس والفليكسور كاربي انيرس والاكسنسور كاربي انيرس. والاثنين كاربي انيرس فليكسور واكسنسور مع الديوتورام بروفاندس بيطلعوا من الالر ابنروزس او ماسك البصيره برضه. ممكن نعلم في جروف هنا على الباك اوف ذا لور اند الجروف دوت اللي هو المفروض السكس كومبارتمنت بتاع الاكسنسور ريتناكلم اللي بيعدي فيه التندون بتاع الاكسنسور كاربي انيرس. يبقى لو علمنا هنا الجروب 4 اكسنسور كارب ايه؟ النام. في ثلاث عضلات صغيرين ما اعتقدش ان احنا بنجيبهم اللي هم البروناتر تيريز والفليكسور دورام سوبر فيشيالز والفليكسور ايه؟ بولسز ايه؟ لونجر. يبقى الاورجن الميديال بوردر اوف ذا كورونيت ايه بروسس. طيب نيجي نشوف مع بعض الاكس راي. اكس راي عندنا احنا بنجيب نورمال اكس راي بنجيب اكس راي على الشولدر اكس راي على الالبو اكس راي على الريست اكس راي على الشولدر ادي الكلافيكل اهي نشاور عشان تقول لي كلافيكل اكس راي هنا عشان تقول لي اكروميون بعد كده ادي هنا الاسكابولا دي الحته بتاعت الجلوت كافيتي الهيد اوف ذا هيومرس دي الاناتوميكال نيك. حتى لو جالنا هنا علامه على الاناتوميكال نيك تقول برضه اول هيد اوف ذا هيومرس اناتوميكال نيك. في الليسر تيوبرستي والجريتر تيوبرستي ودي السيرجيكال نيك. طب نيجي نكمل اكس راي على منطقه الالبو جوين ادي الراديوس وادي الالنا يبقى كده لاترال وكده ميديال. ادي الهيد اوف راديوس نيك اوف راديوس دي الالنا الشافت بتاع الالنا الكرونو بروسيس اوف ذا الالنا الكرونو فاسا الميديال او هنا اللاتر بلاترال بلاترال ايبي كوندايل وهنا الميديال ايه ايبي كوندايل. نيجي نشوف مع بعض اللاترال فيو اوف ذا البو جوين ادي الراديوس وادي الالنا هيد اوف راديوس النيك اوف راديوس الالنا كرونويد بروسيس الكرونيال بروسيس والتروكلر نوتش الحته اللي هو الراوند الدايت دي الكابيتولا. نيجي نشوف مع بعض الاكس راي على منطقه الهاند والريست
دي الراديوس دي الانا ستايلويد بروسيس اوف راديوس ستايلويد بروسيس اوف ذا الانا كربال بون اول عظميه بتعمل ارتكيوليشن مع الراديوس اللي هي العظميه ديت سكافويد عظميه ديت ليونيت هنا عظمتين اتنين فوق بعض العظميه الاولانيه اللي هي التراكوترم والعظميه اللي هي المفروض راوندد نعمل عليها زوم الحته ديت اللي هي البيزيفورم بدي التراكوترم دي البيزيفورم بعد كده الترابيزيوم ترابيزويد كابيتيت عظمية كبيرة طويلة نازلة كده ودي لها ميت بعد كده الميتا كاربال بون الفيرست ميتا كاربال اللي هو الصم ان هنا ناحية لاترال ده الراديوس يبقى دي الفيرست ميتا كاربال سكند ميتا كاربال الثيرد الفورث الفيرست ميتا كاربال فالنجيس او بتاع الصم او بتاع اي فينجر ممكن تشار على اي حتة من الفالنجيس بروكسيمال او الميدل او الديستال فالنجيس شكرا.